عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. يا فتاني لو الناموس على هذا الفوز، وبانتظار ايضا انطلاقة شوطنا الاول الرئيسي للثنائي القعدان، الشوط المفتوح والميكروفون للزميل المطلق بن علي العنزي. عددونا الركض سبع ايام تفحمه وغاره من جبهت لقدك تفتح. شكرا محمد بن بريك المري. ايها الاخوه المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله مساكم جميعا بكل خير، احييكم بدوري في هذه الانطلاقه الرئيسيه المسائية الخاصة بهجن أصحاب السمو وشيوخه والسعادة وثناياهم السبق المعروفات ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة في مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. وفي هذا اليوم الأحد 19 من ديسمبر 2021، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع في هذه الأمسية المميزة واللقاء الأخوي الكبير اللي يجمع بين شعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. تابعنا رند في الشوط الماضي تحقق وتفوز وتنتزع الشوط الأول الرئيسي بالشعار العنابي، الشعار الأدعم، وكانت حاضرة مع المضمر جابر بن سالم بن فاران المري. شبل المضمرين، أهنيك على هذا الفوز وتقديم هذا الاسم الجميل في الشوط الرئيسي. انطلق قبل لحظات وقبل تقريبا دقيقة وأربعين ثانية الشوط الأول الرئيسي الخاص بالقعدان، 8 كيلومترات مع هذه السبق، مع هذه الأساطير ومع هذه الأسماء المعروفة في شوط رئيسي خاص بالقعدان، شوط رئيسي مفتوح. جائزة الشوط نيسان بترول ستيشن بلاتينيوم. يا سلام، ينتظر واحدا من هذه الأسماء مع هذه الشعارات الكبيرة. بسم الله وعلى بركة الله أعلن المراكز، أبدأها مع سناد على المركز الأول لهجن الشحانية في مقدمة وصدارة الشوط. سناد ينطلق في المركز الاول لهجن الشحانيه عند المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطيه. المركز الثاني نقله الى المركز الثاني، حمران على المركز الثاني لهجن الشحانيه ايضا، ولكن البرنس في المتابعه والتضمير، البرنس في المتابعه. المركز الثالث من الجانب الاخر مهذب على المركز الثالث لهجن العاصمه التابع لولي عهد دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. مرحبا بهذا الشعار هنا بين اخوانه، مرحبا بهذا الشعار، شعار سموه في ميدان الشحانيه في قطر العز. هنا المركز الثالث مهذب لهجن العاصفه المضمر غياث الهلالي. المركز الرابع، المركز الرابع، هذا هو زعزاع المركز الرابع لهجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الخامس، المركز الخامس، هداف على المركز الخامس لهجن الشحانية عندك يا محمد يا بن خالد يا العطية في المتابعة والتضمير. خلصنا من ندائنا الأول، أعلنت لحضراتكم في هذه اللحظات، في هذه اللحظات النداء الأول لهذه المجموعة، لهذه الأسماء، لهؤلاء العمالقة المشاركين في هذا الشوط. شعارات كبيرة كبيرة كبيرة، يا سلام، ضمن هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، اللي يعود من جديد حاملا معه الذكريات الجميلة في أيام جميلة ومباركة تحتفل فيها الدولة بذكرى تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى. الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه مهرجان غالي شدت إليه الرحال وتعلقت به الأمان.
الأمل. نسأل الله التوفيق للجميع في هذا الموعد المنتظر والذي يأتي كأول مهرجانات سباقات الهجن في قطر. لذلك الاستعداد غير عادي، الاستعداد غير عادي من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن ومن الملاك ومن المضمرين. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى صدارة ومقدمة الشوط. الشعار الأدعم على المركز الأول يسيطر في هذه اللحظات، بينما العاصفة قادمة في هذا الشوط الرئيسي تبحث عن تحقيق الناموس بعد أن خطف الشوط الأول من قبل الشعار الأدعم. يطمح عشاق العاصفة بخطف ناموس في هذه الرياضة العربية الأصيلة في هذا اللقاء الأخوي الجميل اللي يجمع بين شعارات أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، إخواننا من الإمارات، إخواننا من السعودية، إخواننا من سلطنة عمان، وأيضا إخواننا من الكويت وأحبابنا من البحرين. نرحب بالجميع في دوحة الجميع. أعود إلى مقدمة الشوط، إلى العاصفة وهجنها في المركز الأول مع مهذب على الصدارة في الكادر الفوقاني يحمل الرقم خمسة عليه، الرقم خمسة والشعار شعار هجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي. المركز الثاني هناك شعار هجن الشحالية على المركز الثاني بوجود زعزاع. المركز الثاني ينطلق بالشعار الأدعم الكبير والمضمر الذهبي سالم بن فران، احد اخطر المضمرين هنا يتواجد مع هذا الاسم، مع اسم زعزاع على المركز الثاني. المركز الثالث اسناد على المركز الثالث لهجن الشحالية ايضا، ولكن العطية محمد بن خالد يترقب الموقف. هنا موقع ممتاز يا محمد، موقع جميل في المركز الثالث، وهادي يسير بخطى ثابتة على المركز الثالث. يطمح العطية بخطف هذا الشوط الرئيسي، ونيسان بترول ستيشن بلاتينيوم عند خط النهاية ينتظر واحدا من هؤلاء العمالقة. ننتقل الى وين؟ الى المركز الرابع، هداف لهجن الشحالية. وعندك يا محمد يا بن خالد يا بن عبد الله يا العطية على المركز الرابع والمركز الخامس. هذا شاب ومرحبا بأشهب، كلكم تعرفون أشهب اللي يحتل المركز الخامس بين قوسين. أشهب أحد الأسماء العملاقة في هذا الشوط، حقق الكثير من الأشواط الرئيسية. ينطلق في هذه اللحظات مع من؟ مع مضمر رند الفائزة بالشوط الأول الرئيسي قبل لحظات. هذا هو جابر بن سالم بن فاران، يطمح بخطف ناموس آخر اليوم مع الأشواط الرئيسية مع الشعار الأدعم. خلصنا من النداء، نعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة ومقدمة الشوط. شعار العاصفة خطير، العاصفة قادمة بهذا الاسم العملاق، بهذا الاسم الخطير. تنطلق في مقدمة الشوط مع المركز الأول مع مهذب بشعار هجن العاصفة القادم من المرموم، القادم من دبي. هنا بالمركز الأول ينطلق على المركز الأول وغير الشعار الأدعم في هذه اللحظات، وانطلق شعار هجن الشحالية مع المركز الأول مع زعزاع لهجن الشحالية عند المضمر سالم بن فاران. المركز الثاني هجن العاصفة، المركز الثالث اسناد، المركز الثالث اسناد لهجن الشحالية عند محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ورابعا اشهب، رشحته يا اخواني، خلاص انا رشحت هذا اشهب اللي يحتل، اذا سمحتوا لي ارشح اشهب على المركز الرابع لهجن الشحالية عند المضمر جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الخامس هنا الفو
اوه الفايز 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 يا سلام، ماركة غنية عن التعريف يا صالح العيدة، هذا الاسم الكبير الفايز على المركز الرابع. المركز الثالث ينتقل الفايز، ماركة الفايز اعتقد، الله اعلم من خلال خبرتي، خبرتي بهذه الاشكال شكل الفايز. بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك، نعم برنس المضمرين يقول على الفايز على الفايز. مرحبا بهذه الماركة، مرحبا بهذه الماركة الغنية عن التعريف. خلونا مع الفايز، خلونا مع الفايز، نتغزل قليلا بالفايز وبشعار الفايز وبماركة الفايز. من لا يعرف الجزيرة يا شباب؟ الكل يعرف هذا الاسم، الجزيرة ماركة الفايز، وها هو قادم بكل قوة بكل قوة. ايها الادعم انطلق الى الناموس، السيارة نيسان بترول ستيشن، السيارة نيسان بترول ستيشن عند خط النهاية تنتظر تنتظر تنتظر. يا سلام، انطلق في هذه اللحظات المركز الاول، زعزع 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 لهجن الشحارية عند سالم بن فران. المركز الثاني مهذب لهجن العاصفة عند غياث الهلالي، وهذا ترشيح صالح العيدة، والله رشح يا جماعة قبل انطلاقة الشوط هذا الاسم الفايز 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 على المركز الثالث الى الثاني، قادم بكل قوة. لكن خلوكم خلوكم مع المركز الاول، هذا الاسم الخطير زعزع، الشعار الادعم نيسون بترول ستيشن بلاتينيوم عند خط النهاية، ولون ابيض بعد، يا سلام اللون ابيض اللون ابيض يا ابو جابر، نيسان بترول بلاتينيوم عند خط النهاية ينتظر ينتظر زعزاع ينتظر زعزاع. الفايز قادم بكل قوة يطمح في خطف الناموس في الشوط الرئيسي، لكن الادعم الادعم الناموس شحاني حتى هذه اللحظة. يا سلام، اين انت ذاهب يا زعزاع؟ الى النيسان بترول ستيشن، خلاص 200 متر اخيرة الفايز بالمركز الثاني، ولكن زعزاع 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 الشحانية بدأت اللحظات الاخيرة هنا مع المئة متر الاخيرة الى النيسان بترول ستيشن الى الشوط الرئيسي، يدون ويسجل باسم زعزاع مع هذا الشعار، شعار هجن الشحانية، ومع المضمر سالم بن فران المري الذهبي الذهبي. يعرف كيف يتعامل يا زعزاع، يعرف كيف يتعامل مع الاشواط الرئيسية ليخطف نقطة الشوط الرئيسي، هذا الذهبي سالم بن فران المري تاني لو الناموس. المركز الثاني الفايز لهجن الشحانية عند جار الله بن عقيل المري. المركز الثالث المركز الثالث هذا ترشيحي اشهب لهجن الشحانية عند جابر بن سالم فران. المركز الرابع المركز الرابع نمبر 5 مهذب لهجن العاصفة. المركز الخامس العديد لهجن الشحانية. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام، تهنئة نزفها ل اولا للشعار الادعم الكبير شعار هجن الشحانية على انتزاع وتحقيق وفوز زعزاع بالشوط الرئيسي الخاص. تحقيق ناموس الشوط الاول الرئيسي مع زعزاع بقيادة الذهبي سالم بن فران المري الذي قاده بكل ثقة الى انتزاع وتحقيق وفوز هذا الشعار وهذا الاسم الكبير بهذا الشوط الرئيسي محققا وفائزا في الشوط الاول الرئيسي. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 12 دقيقة 25 ثانية و51 جزء من الثانية، هذا هو توقيت زعزاع لهجن الشحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران المري. نيسان بترول ستيشن بلاتينيوم يفوز به زعزاع مع فوزه بالشوط الرئيسي الأول في هذه الأمسية. المركز الثاني الفائز بالمركز الثاني لهجن الشحانية عن جار الله بن عقيل المرية. التوقيت الزمني 12 دقيقة 28 ثانية 27 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث
المركز الثالث أشهب لهجر الشحانية عن جابر بن سالم من فران المري، توقيته الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية 12:34. 79 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع، تهنئة نزفها للذهبي سالم بن فاران المري أحد أخطر المضمرين الذي قاد زعزاع في الشوط الأول الرئيسي.